شعور زوين انك يعني من ضمن يوتيوب كتدخل كترجع يعني تجمع وسط حبابك وسط الناس ديال بلادك، تهضر بالدارجه. يوتيوب عمر في حياتي داك الفراغ اللي تتخليك تحس بديك الغربه، وانك عايش بعيد على اللهجه ديالك، على التقاليد ديالك، انك تقرا لي كومونتير كتحس بانك عايش قريب، واخا بعيده ولكن قريبه للناس اللي كيبغيوك. ما كانت حتى حاجه مخططه، انا بديت بدي زعما دي زاستيس باش نعاون اي امراه تعتني براسها في البيت، وهادشي عارفينه الناس، ويمكن ديك التلقائيه والعفويه باش كنهضر مع الناس، يعني زيرو بروتوكول. راك ما عرفتش واش كتشوف، المهم راك عارف كيفاش كنهضر انايا، عادي عادي. داكشي اللي خلى الناس انا اطلب انني نزيد يزيدوا تعرفوا عليا اكثر، داكشي بطلبات ديال الناس. انا ما جيتش من اول نهار وبارطاجي زعما ما في ولا وليت لهم شوفوا حياتي ولا شوفوا كيفاش عايشه، داكشي جات تدريجي. كيف قلت لك صراحه، المشكل الوحيد هو الوقت، يعني كتبغي تكون ديما حاضر وديما تعطي الناس الجديد، ولكن ضيق الوقت. انا ام وعندي جوج وليدات وربت بيت، كندير كلشي في الدار. يعني كنخدم في الزنقه وفي البيت ويوتيوب والمونتاج، وراك عارف والفكره والتصوير والسيناريو والمونتاج كلشي مني انا، فالوقت كياخذ شي شويه. هذا هو المشكل الوحيد، ما مشاكل اخرى يعني في حياتي ولا مع راجلي ما كاين حتى مشكل، متفاهم بزاف. الا انت تتشوفوا جبتوا معايا المغرب حاضر تيدعمني بزاف، تندير كلشي بوحدي باش نكون واضحه، زعما مونتاج كلشي ما كيعاونيش في خدمتي، ولكن كيعاونني في المورال، يعني شي حاجه كنامن بها كيامن حتى هو بداكشي باش انا كنامن، ما كيحطمش كيدعم. لا ابدا ابدا، وما يقدرش يقول لي حبسي، بقات كيما انا محترمه خدمته، انا تيبقى في خدمته النهار كامل كيجي في العشيه، يعني كل واحد خاصو يحترم الثاني باش العلاقه تزيد لقدام. ابدا عمر الدود ما يعاود صراحه، كان داير هاد اللحيه وديما تنقول لي حيده حيده، تيقول لي جات زوينه، قلت فباش غنحيده غندير هذاك المقلب، وبما انني انا مع الناس كنهضر داكشي اللي كاين، البنات اللي ولا الناس اللي متابعين لاشين ديالي راهم عارفين يعني تدي بتدي طاي، فقلت ليهم غادي ندير هذا المقلب ونصوره، يجي نيت الفيديو شي شويه مختلف، في شويه ديال الضحك، حقاش الفيديو الا كان ممتع تيحيد شي شويه الملل، ديما نفس لي فلوغ ولا لي روتين، هادشي مهم يكون حتى هو. هو سي نورمال ملي كيجي واحد الانسان ما كيعرفش اللهجه ولا اللغه باش كنهضروا، وانا ملي كنجي تنكون متحمسه نهضر مع الناس، نهضر بالدارجه انا في بلادي، يعني شي مره كنسى راسي وكنبقى يعني اش غنقول لك، تنبقى نهضر بالدارجه وتنسى بان راه معايا راجلي، ديك الترجمه هي اللي تتخلي شي شويه شي يقولوا هادو. صراحة الناس خاصها تتفرج في لي فيديو ديالي، تشوفهم وتشوف الحياة اللي عايشة أنا، ما عندها حتى علاقة بهذيك لا كلاسيك مينتاليتي اللي غتحكم بأن فارق السن على شي هدف ما. أنا عايشة مع راجلي بحال أي بنت، بحال بنت مزوجة براجل قدها ولا ما كاين حتى شي زعما. الناس اللي كتفرج فيديو ديالي غتلمسوا، حقاش انا ربت بيت امراه بحالي بحال اي امراه، ما كاينش شي حاجه فارق السن، ما كانش على شي غرض ولا شي هدف معين، داكشي قسمه ونصيب. والناس اللي متابعيني راه عارفين يعني واحد لابارتي ولا عارفين واحد الجزء من كيفاش تعرفت على راجلي. تيقول لك الحفيظ الله، لا حفظك الله، ما تخاف حتى من حاجه، الواحد يدير امله بالله وما يخاف حتى من شي حاجه. العين كاينه، لكن الواحد ما يديرش راسو في هذا الشيء، العين والسحر وداك الشيء تيقولوا كاين، والله اعلم انا ما تندخلش داك الشيء لراسي وما تصيبك حتى حاجه، غير الواحد يحصن نفسه ويامن بالله وما تخاف حتى من حاجه. صراحه هذا السؤال ما نقدرش نجاوبك عليه دابا، ما عارفاش، مازال ما عنديش لي ديكلير باش نقدر نقول لك اه ولا ما كتعرفش، الاحوال كتبدل.